معانا السيدة أم أمل، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أمل، تفضلي. حضرتك أنا كنت عاوزة يعني أسأل على بالنسبة للموضوع اللي بتتكلم عليه النهاردة اللي هو التنافر في الزواج. طيب. حضرتك أنا متجوزة يعني بقالي كده 3 سنين بالظبط. الأول الدنيا كانت تمام كويسة، هو شخص بيتقي الله وبيخاف. سنكم كام؟ سنكم كام؟ 28. وهو 28 برضه في نفس السن. في حد فيكم فارق عن التاني؟ أنا أكبر 3 شهور. طيب وهو كذلك. ها هو شخص بصراحة يعني بيتقي الله وبيخاف ربنا، ولكن كلامه كله انتقادات. بالظبط كده. ليه بقى؟ عارفه ليه بقى؟ ممكن اكون انا غلطانه في حاجه، بس ما تحب اقولها لك؟ اتفضل. الانتقاد بتاعه هو انتقاد لان هو حاسس ان انت بتقومي معاه بدور الام. انت عندك صوره مثلى للزوج، انت شخص مش صغير، شخص ذكي وشخص شخصيته مستقله. فايه اللي حاصل؟ فانت دلوقتي دايما بتعملي ايه؟ دايما بتوجهيه ودايما بتقولي انا عايز اساعده يبقى احسن، فبتقولي ان هو كويس فبتقولي له كده. فانت وبتنتقديه هو بيقابل الانتقاد بتاعك بانتقاد، وحتى انت بتحس ان هو بيتلكك لك لان هو حاسس. عارف حاسس بايه؟ اقول لك وتاخديها وتفكري فيها. هو حاسس ان هو مش بطلك. التعبير العام اللي احنا بنقوله عن ده ان هو حاسس ان هو مش مالي عينك. فانت لو حسستيه ان هو له قيمه في حياتك، وحسستيه ان هو ربنا نعمه من نعم ربنا عليكي، زي ما هو عايز لازم يحسسك ان انت نعمه من نعم ربنا عليه، ده هيحس هيوصله لده. هو حاسس ان انت بتعامليه كانه ولد ابن، فدايما بيتعامل معاكي بتمرد، تمرد اللي بيتمرد على امه. فماني؟ طيب استاذة امل، طب نعمل ايه؟ تخفي انت من الانتقاد، هو هيخف من الانتقاد. طب وايه اللي حسن؟ وايه كمان؟ تحاولي تكلميه، تعملي بقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن، وتحاولي تعملي بقوله تعالى وقولوا للناس حسنى، وتحاولي تعملي بقوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. تكلميه كلام طيب. انت هتقولي والله انا ما بعملش حاجة، ده انا بقول له انت كويس قوي، بس ايه اللي انت عملته ده؟ ما اللي انت عملته ده مش صح. هو انا غلطانه ان انا بقول له ان ده مش صح؟ ده انا بحبه، ده انا بقول له كده كمان عشان ان انا اساعده ان هو يبقى احسن. لا، ممكن ما تعمليش ده وتنصحيه بطريقه اخرى خالص. ايه رايك لو اني عملنا الكلام ده؟ ايه رايك لو ان الكلام دوت هل ده مناسب ليك؟ كل الكلام بهذه الطريقه هيساعده على انه يتقبل النصيحه بشكل صحيح.